السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم جميعا أعزائي المشاهدين والمتابعين من كل مكان حول العالم. اليوم نتحدث عن فوائد أو مدخلات التي نستطيع من خلالها تدوير أو تسويق منتج الثوم من خلال الخط الإنتاج الذي أمتلكه أو خط الإنتاج الخاص بتفصيص وتقشير الثوم الذي قمت بإنشائه. هل تفصيص الثوم وإعادة وتعبئته لاستخدامه للغرض الغذائي، هل هذا هو العنصر التسويقي فقط لمنتج الثوم، ولا أم أن هناك بعض المواضيع الذي أو التي من خلالها نستطيع تسويق منتج الثوم؟ بالطبع هناك مجالات عدة. منتج الثوم بعد تفصيصه وتقشيره لا يستخدم فقط لعملية التعبئة والطهي، هناك مصانع كثيرة تستخدم الثوم، مصانع المخللات. الثوم بشكل رئيسي وشبه كلي يدخل في صناعة المخللات وبكثافة. هناك مصانع كثيرة جدا أو عديدة جدا في كل دولة من دول القطر العربي والأفريقي، في كل بلدان العالم هناك مصانع المخللات يتم إدخال الثوم بصورة رئيسية، وهناك مصانع تعتمد على الثوم بشكل أو بصورة كلية لعملية تخليل الثوم.